الصف الرابع الابتدائي، تحية طيبة وبعد. إن شاء الله بندرس اليوم الكسور العشرية، وإن شاء الله درسنا الأول في هذا الباب الكسور العشرية صفحة 149. عاوزين نعرف يعني إيه كسر عشري. لو احنا جينا عملنا مربعات مقسمة الى 10 اجزاء، وجينا مثلا ظللنا كسر واحد او عدد واحد او مربع واحد، 1 2 3 4 5، وبعدين هنيجي في المنتصف عشان كده يبقى احنا كوننا 10 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وجينا ظللنا 1 مربع 1. فاذا هنا هذا المربع او الجزء المظلل يمثل 1/10، فهنا نسميه كسر عشري. طيب ازاي اقدر احول هذا العدد في صورة كسرية عشرية؟ هنكتب 1 عادي، وبعدين انا عندي المقام فيه 10 يعني يحتوي على 0 1، اذا هاخد فاصل بعد 1 مباشرة واحط 0 خارج الفاصل. إذا هذا العدد أو هذا الكسر يمثل كسر عشري، وبالتالي لو إحنا عملنا تظليل لمربع ثاني أو مربع ثالث، فإذا هنا 3 مربعات تكون عبارة عن 3/10 اللي إحنا ممكن نكتبها 0.3. كده تعالوا بقى نشوف التأكد. السؤال الأول صفحة 150 بيقول لنا ايه؟ اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري اللذين يعبران عن الجزء المظلل في كل مما يأتي. رقم 1 صفحة 150. تعالوا يا أولاد نعد كل الأجزاء، كل المستطيلات اللي موجودة. آدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن المقام عندي 10. طيب تعالوا نعد الأجزاء المظللة، هنلاقيها 7. يبقى كده أنا كتبت صورة كسرية اعتيادية. طيب تعالوا نحوله إلى كسر عشري، طبعا هنضع 0.7. طيب السؤال الثاني نفس الفكرة، هنعد كل المستطيلات الموجودة في الشكل ثم اكتبه في المقام، الكل في المقام تحت، وبعدين الاقي المظلل 3. اذا نفس السؤال اللي احنا لسه مجاوبين عليه هيكون 0.3. طيب هسيب لك سؤال 3 كواجب صفحة 150. طيب ايه المطلوب في سؤال 4؟ اكتب الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري في كل مما يأتي. سؤال 4. سؤال 4، حول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري. 7/10، لسه مجاوبين عليها هو يا أولاد في سؤال رقم 1، هيكون 0.7. طيب سؤال 5،
واحد على عشرة لسه مجاوبينه. سؤال خمسة، طيب سؤال ستة، اتنين على عشرة. سؤال ستة، اتنين على عشرة يعني 0.2. طيب فكرة السؤال رقم سبعة، اكتب الكسر العشري على صورة كسر اعتيادي، يبقى عملية عكسية. الحين هجيب لك الكسر الايه العشري وانت حولهولي الى كسر اعتيادي. رقم سبعة، 150 جايب لي 0.5. اذا هنا انا عندي خمسة في البسط، والبعد الفاصل عندي عدد واحد، يبقى اكتب 10. وكذلك الامر بالنسبة لسؤال 8 وسؤال 9. يبقى انا عندي سؤال 3 واجب وهعطيك 8 و9 ايضا في الواجبات. ده كده ايه الدرس الاول في الكسر العشري. تعالوا يا ولاد نتنقل الى الاجزاء من 100 اللي هو الدرس الثاني صفحة 152. صفحة 152 عاوزين نتعرف على المثال الأول من واقع الحياة. ما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يفضلون الدجاج؟ في عندنا طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا هعمل الكسر الاعتيادي وأشوف كم طالب عندي يفضل الدجاج، ألاقيهم 45 من 100 طالب. إذا هنا أنا هقدر أكتم الكسر الاعتيادي 45 على 100. طيب إزاي أقدر أحوله بقى إلى كسر عشري؟ أنا أضع 0.، وبعدين أكتب 45. الله، ده كده بقى عندي عددين بعد الفاصل. أيوة، عشان المقام فيه 100 والمية تتكون من 0، يبقى لازم يكون بعد الفاصل عددين أو رقمين. طيب تعالوا نشوف نفس الحكاية في تأكد. تأكد صفحة 153. السؤال الأول، اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري اللذين يعبران عن الجزء المظلل في كل مما يأتي. طبعا يا ولاد احنا عندنا في السؤال الأول واضح اني عندي 100 مربع اهو، المية في المقام، الكل 100. طيب ادي 10 متظللين، وادي كمان 10، ادي 20 و3، يبقى 23. ازاي بقى احوله الى كسر عشري؟ هنضع 0 وبعدين اكتب 23. السؤال الثاني نفس الفكرة يا ولاد، نفس الفكرة يا حبايب. المقام 100، ثم أعد المظلل، ألاقي 10 20 30 40 و3 كمان، يبقى 43. إذا هذا الكسر هيكون 0.43. طيب سؤال 3 هخليه واجب زي ما عملنا في الدرس اللي فات. الحين هذا واجب. طيب تعالوا نشوف فكرة السؤال رقم 4، اكتب الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري. ناخد بالنا يا ولاد لان الاسئلة هذه مهمة، ازاي اقدر احول الكسر الاعتيادي الى كسر عشري.
السؤال 56 على 100، طبعا واضح ان المقام فيه صفرين، يبقى هنكتب 0.56. طيب لو كان بقى كسر عشري، ازاي اقدر احوله الى كسر اعتيادي؟ سؤال 6. السؤال بيقول 0.34، تعالوا بقى نحوله يا ولاد الى كسر اعتيادي. المقام عندي 100، عارفين طبعا ليه، لان بعد الفاصل فيه رقمين، واكتب ال 34 في البسط، اذا كده انا حولته الى صورة اعتيادية. عندنا ايضا في هذا الدرس واجب مع سؤال 3، وناخد سؤال 5 وسؤال 7 في نفس الصفحة 153. أرجو أن يكون الجميع استفاد من الكسر العشري، وإزاي أقدر أحول الجزء المظلل إلى كسر عشري، وممكن أحوله إلى كسر اعتيادي. لكم مني التحية، وأتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.